السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور فريد جباس، مدرس في قسم الهندسة الإنشائية، بدرس مادة خواص واختبار المواد. اتفق خلال الترم ده إن إحنا هندرس سلوك المواد المعدنية زي الحديد والنحاس والألمونيوم وغيرها تحت تأثير مجموعة من الأحمال المختلفة. إيه هي الأحمال اللي هندرسها؟ بدأت تدرسوا الـ Tensile Properties أو خصائص الشد. النهاردة هندرس الخصائص الضغط الـ Compression Properties للمواد المعدنية، والمحاضرات اللي جاية هندرس خصائص الانحناء في Lecture، هندرس الشير، هندرس Torsion، هندرس الفتيج والـ Impact، وفي النهاية هندرس الـ Hardness. يعتبر اختبار الضغط هو عكس اختبار الشد بالظبط، وهو عبارة عن حملين ماشيين على محور واحد متعامدين على مقطع العينة وبيحاولوا يقربوا من بعض. ويعتبر اختبار الضغط هو اختبار مهم جدا للمواد القاصفة زي الستونز أو الحجارة، الطوب، الأخشاب والخرسانة طبعا. وده يعتبر اختبار قبول ورفض للمواد القاصفة. أما المواد المعدنية فبيهمني جدا خصائص الشد اللي بينها أقدر أعرف كل خصائص المعدن ما بين modulus of elasticity وال tensile properties وال modulus of toughness وال modulus of resilience. وعشان كده بتنص المواصفات على دورة إجراء اختبارات الشد على المواد المعدنية ودورة إجراء اختبارات الضغط على المواد الغير معدنية. إمتى بنعمل اختبار الضغط على المواد المعدنية؟ قالك لو المبنى اللي عندك أو العنصر المعدني اللي عندك معرض لإجهاد ضغط لازم تعمله اختبار، لأنك عايز تعرف خصائصه في الضغط هتبقى شكلها إيه. طيب إيه العناصر المعرضة للضغط؟ أو إيه هي المعادن اللي ممكن تكون معرضة للضغط؟ تخيل إنت بتصمم كوبري عبارة عن تراس ممبر، فطبيعي إن في عندك الأبر كورد عليه كومبريشن، فلازم أعرف خصائص المعدن في الحالة دي هيبقى إيه. أو لو إنت عندك شدات معدنية اللي بتصلب بيها الأسقف الخرسانية، فدي عليها نورمال فورس عالي، فمحتاج أعرف خصائصها إيه. ممكن يكون المعدن نفسه عليه حمل ضغط زي الستيل بليتس أو بنسميها البيرنج بليتس، ودي الألواح المعدنية اللي بتبقى موجودة تحت الركائز الكبابي. ممكن تعمل اختبار الضغط على المعدن عشان تعرف أو تقدر ترسم العلاقة ما بين الحمل والانضغاط أو الحمل والتشكل، ومنه تقدر تعرف بعض الخصائص التانية زي المودس اوف سيستي في تحت هيبقى حالته ايه، وتقدر تعرف الماكسيمم كومبريسيف ستريس. بالنسبة لاختبار الضغط، على الرغم إن هو شكله اختبار سهل جدا، إلا إن بعض المشاكل ممكن تحصل فيه وأنت مش واخد بالك أثناء الاختبار. من ضمن المشاكل اللي تأثر على نتائج الاختبار إنك ما تضمنش 100% إن العينة موجودة في أو الحمل موجود في محور العينة، وده يعمل لي مشكلة؟ آه طبعا، لو الحمل عندي بعد عن محور العينة اتكون عندي إكسنتريستي، وأول ما يتكون eccentricity معناها إن كون عندي additional bending moment على العينة المختبرة. يبقى أنا بدل ما اختبر العينة under axial load أو under compression load بقى عندي combination ما بين الأكسيال والفليكشن، وطبعا ده بيقلل لي الكباسيتي بدرجة عالية جدا. النقطة التانية أو المشكلة التانية اللي ممكن تحصل لو العينة ارتفاعها كبير بالنسبة لقطرها أو بالنسبة لأبعادها الأفقية. عندي عينة بضغطها ممكن يحصل فيها باكلينج أو يحصل فيها انبعاج، وأول ما بيحصل الانبعاج معناها إن محور العينة بدأ يتحرك عن محور الحمل، فيبتدي يتكون additional moment على القطاع اللي عندي، فيحصل premature failure أو يحصل انهيار سابق الأوان ويأثر لي على نتائج الاختبار. المشكلة الثالثة أثناء الاختبار الفريكشن ما بين فكين المكنة مع سطح العينة. إيه هو الفريكشن ما بين فكين المكنة وسطح العينة؟ تعال نتخيل إن أنا عندي أسطوانة من المطاط بالمنظر ده، وبتأثر عليها بأكسيال لود كومبريشن.
ايه اللي بيحصل في ارتفاعها؟ ارتفاعها بيقل. طب ايه اللي بيحصل في قطرها؟ بيزيد. طيب تعالى تخيل كده انك بتبص على عينة المطاط اللي قدامك، هتلاحظ ان قطرها اللي فوق بيبقى دايما اصغر من القطر في نص الارتفاع. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت مادام بتضغط العينة بيحصل deformation في الاتجاه العكسي، لكن نتيجة وجود فريكشن عند السطح العلوي اللي هو في سيكشن بي بيمنع أو يقلل الديفورميشن اللي بيحصل في العينة، وبالتالي بيتكون عندك ما نسميه بالبارل شيب أو الشكل البراميلي للعينة. وطبعا نتيجة الفريكشن اللي بيتكون بين فكين المكنة والعينة بيحصل نوع من الكونفاينمنت او تحزيم للمنطقه اللي فوق، ودي طبعا بتاثر على الستريس بدرجه عاليه جدا. في نهايه المحاضره هنعرف احنا ازاي نتلاشى المشاكل اللي موجوده. لو جينا نتكلم على شكل الانهيار الفيلير مود للمجموعه مختلفه من المعادن، قسمنا المعادن اللي عندنا لمعادن معادن مطيله داكتايل ميتال زي الصلب الطري، ومعادن نصف مطيلة زي النحاس، ومعادن القاصفة زي حديد الزهر. لو جيت تختبر عينة مطيلة دايما بديها مثال كده زي المطاط، طبعا هي مش نفس البروبرتيز بتاعت المطاط بس نفس الفكرة. أول ما بتبتدي تحمل العينة بيبقى ليها ستيفنس عالية، الديفورميشن فيها بيكون قليل جدا، وتوصل لمرحلة معينة بيحصل لها ما نسميه بالييلدنج، يحصل انضغاط كبير جدا وهو الحامل قليل قوي، لحد ما توصل لمرحلة خلاص العينة حصل فيها الديفورميشن عالي، يبتدي بعد كده الحمل يزيد مرة تانية. طبعا الحمل ده بيبقى فيرتشوال مش حمل حقيقي، لأن في النهاية بقت العينة موجودة بين الفكين مش قادرة تشيل اكسترا لود، هي خلاص انهارت. طيب زي بالظبط المطاط، قعدت تضغط فيه فأنت حاسس بمقاومة، بعد كده خلاص المطاط وصل لآخره مش قادر ينضغط تاني، فيبتدي الحمل يزيد إلى ما لا نهاية. أما بالنسبة للمواد النصف مطيلة سيمي داكتايل ميتال زي البريس أو النحاس، فدي فكرتها إن في البداية بيبقى عندنا انضغاط عالي جدا، سوري انضغاط قليل جدا، لحد ما وصل لمرحلة معينة وبعد كده الديفورميشن يبتدي يزيد وبيتكون فيها البارل شيب أو الشكل البراميلي، وبيحصل بعد كده شير فيلير على زاوية في حدود 50 درجة. أما بالنسبة للمواد القاصفة زي حديد الزهر، الديفورميشن فيها بيكون قليل جدا، واحتمالية تكون البارل شيب بتكون ضعيفة قوي، وبيحصل فيها انهيار على زاوية من 55 لـ60 درجة، والانهيار ده دايما بيكون نتيجة الشير. يبقى المواد المطيلة أو المعادن المطيلة مبيحصلش فيها فيلير على مستوى معين، ولكن بيحصل فيها البارل شيب وبيحصل فيها انضغاط عالي جدا. النصف مطيلة انضغاطها أقل شوية وبيحصل لها شير فيلير، والمعادن القاصفة بيحصل فيها ديفورميشن قليل جدا ممكن مقدرش أقيسه، ويحصل فيها شيرنج فيلير على زاوية من 55 لـ60 درجة. ده شكل الستريس ترين كيرف لمجموعة من المعادن حديد الزهر والصلب الطري والنحاس والألمونيوم. واضح جدا إن حديد الزهر بيمر أو الكيرف بتاعه ماشي بخط واحد أو بميل واحد، الستيفنس بتقل بدرجة قليلة جدا ما بيحصلوش ييلدنج، لكن الحديد أو الصلب الطري بيحصل فيه الييلدنج شبه اللي كان بيحصل فيه الخرسانة، شبه اللي كان بيحصل فيه إجهاد الشد في المعادن، وبعد كده يحصل ديفورميشن عالي جدا، وبعد كده اللود يزيد بدرجة بعد الوصول إلى أقصى درجة الانضغاط العين. عشان نتلاشى المشاكل الموجودة في اختبار الضغط، جهزنا مكنة الاختبار بمجموعة من الأكسسوارز أو الإكسسوارات عشان تساعدني في تلاشي نسبة الإيرور أو الخطأ اللي هتكون موجودة. أول خطأ عندنا كنا بنتكلم على عدم محورية العينة، وبالتالي زودنا مكنة الضغط بحاجة اسمها بيرنج بلوك، وده عبارة عن بليت
موجود في محور العينة بالظبط، متقسم لمجموعة من المربعات ومتوضح عليه السنتر بتاع البليت، وده نفسه السنتر لاين للمكنة. ببتدي أمسك العينة وأوسطنها في الـ بين الـ two axes بحيث أضمن إن العينة بتاعتي موجودة في النص وما يحصلش أي eccentricity للعينة. المشكلة التانية، لو فرضت إن سطح العينة ما كانش متساوي، ما كانش متوازي، أو العينة بتاعتي ما كانتش، أو الحمل ما كانش عمودي على محور العينة، نعمل إيه؟ زودنا مكنة الضغط بـ spherical bearing، دي عبارة عن جزء كروي، نقول نص كورة مثلا، مقابلة للدوران حوالين المحور الأفقي في اتجاه X وفي اتجاه Y، بحيث لو العينة بتاعتي مايلة شوية، أول ما ابتدي أحمل المرتكز الكروي ده يبتدي يلف على سطح العينة، ياخد نفس زاوية ميل سطح العينة، وبالتالي يبتدي يأثر لي بيه حمل رأسي، وما يحصلش عندي أي stress concentration لسطح أو على سطح العينة. المشكلة الثالثة الـ eccentricity should be avoided، ودي احنا قلناها في إن احنا بنستخدم مرتكز أو بيرنج بليت موجود فيه علامات عشان أضمن العين بتاعتي في سنتر المكنة علشان ما يحصلش أي additional moment. المشكلة الأخيرة الـ buckling، لو العينة بتاعتي أبعادها الأفقية صغيرة بالنسبة لارتفاعها أو مؤثر بحمل الضغط بيبتدي يحصل فيها انبعاج في الاتجاه العرضي، وطبعا ده بيأثر لي أو بيزود لي قيمة البندنج مومنت. فلازم عشان أختبر عينة في الضغط لازم يكون ارتفاعها بالنسبة لقطرها أقل من 10. بالنسبة لشكل العينة لازم تكون أسطح العينة متوازية، يعني ما ينفعش أختبر عينة بالمنظر ده في سطح مائل وسطح أفقي. ليه؟ لأن أول ما بختبر العينة بيحصل stress concentration في المنطقة دي، بيحصل تركز للإجهادات. تخيل كل الحمل اللي نازل مرتكز على نقطة، طبيعي هتتكسر وهيديك indication إن العينة بتاعتك ضعيفة على الرغم إن هي أصلا لسه ما بدأناش التحميل. فأول حاجة لازم يكون سطحين العينة متوازيين. الحاجة التانية، ما ينفعش يبقى سطح العينة متوازي وغير متعامد. ليه؟ لأن أنا لما أجي أبص على محور العينة في الخيال اللي قدامي بقى محور مايل، لكن محور التحميل محور رأسي، ففي بعض النقاط بيتكون عندي بيبقى فيه إكسنتريستي، طبعا دي بتأثر لي على الاستابيلتي بتاعة العينة. الكيس 1 والكيس 2 دول بنسميهم unstable specimens، عينات غير متزنة. طبعا يفضل، دي ما بقدرش أحكمها في كل الأحوال، إن العينة بتاعتي تكون عينة مقطعها دائري لتلاشي تأثير تركز الإجهادات عند الأطراف. أنا العمود بتاعي الديامتر الداخلي 100 مللي والخارجي 140 مللي، متعرض لحمل معين. طيب جوه فيه مايل ستيل وبره فيه نحاس، الاتنين متأثرين بنفس أو عليهم حمل واحد، هل الاتنين هينضغطوا زي بعض ولا النحاس هينضغط أكتر من الحديد؟ تعال بص، احنا عندنا فك المكنة بيبقى موجود فوق العينة، النحاس أكيد أضعف من الحديد، لكن هل ينفع ألاقي العينة بالمنظر ده، ألاقي الحديد فوق والنحاس واخد منسوب أقل نتيجة إن هو أضعف؟ أكيد لأ. ليه؟ لأن المكنة دايما بتبقى واخدة سطح العينة بالكامل، ما ينفعش إن هي تسيب عينة أو تسيب مادة وتفضل ماسكة في المادة التانية. يبقى أول حاجة عرفناها إن التشكل اللي هيحصل في النحاس هو نفس التشكل اللي هيحصل في الحديد، ونسبة التشكل دي دايما بتكون نسبة من المودلس اوف الاستاتيستي. يبقى أول ستيب هنعملها هنحسب مساحة مقطع الحديد أو المساحة الداخلية باي على 4 في الديامتر الداخلي تربيع، طلع لي رقم معين. المساحة الخارجية للنحاس عبارة عن مساحة المقطع كلي ناقص مساحة مقطع النحاس، اداني رقم. المودلس اوف الاستاتيستي في الضغط طريقة حسابه هي نفسها المودلس اوف الاستاتيستي في الشد، نفس المعادلة.
ال E عبارة عن ال stress اللي هو ال P over A مقسوم على ال strain اللي هو ال delta L على ال L، أو بطريقة تانية ال E عبارة عن ال P على ال A في ال L على ال delta. طب ايه اللي موجود عندك وايه ال unknown؟ ال E modulus velocity موجود عندي، قال لي ال mild steel ال E عبارة عن 200 ميجا باسكال، سوري 200 جيجا باسكال. ال L ده ارتفاع العينة بالكامل اللي هو ال 2000 ملي، وال A قدرت تحسبها. طب مين المجهول عندك؟ الدلتا تعرفها؟ لا معرفهاش. وال B معرفهاش. أنا أعرف ال B كلية، لكن معرفش الحديد هيشيل قد إيه والنحاس هيشيل قد إيه. طب يبقى أول معادلة عندي مجهول فيها الحمل والانضغاط. نرجع نحسب أو نستخدم نفس المعادلة للنحاس اللي موجود، يبقى الإي أوت بالنسبة لي عبارة عن الحمل اللي رايح على النحاس أنا معرفوش، مقسوم على الدلتا اللي هتحصل في العينة، وإحنا اتفقنا إن الدلتا في النحاس هي نفسها الدلتا للحديد، مضروبة في الإل اللي هو طول العينة كلها، مقسوم على الإري أوت، هيطلع لك في الآخر المجهول البي أوت أو الحمل اللي رايح على النحاس مع الدلتا. طيب عندك دلوقتي معادلتين. في كام مجهول؟ في 3. أنا معرفش الحمل الداخلي أو الحمل اللي هيروح للحديد قد إيه، والحمل اللي هيروح للنحاس قد إيه، ومعرفش التشكل في العينة قد إيه. يبقى أنا محتاج معادلة ثالثة اللي هي الحمل اللي رايح على النحاس مع الحمل اللي رايح على الحديد، الاتنين مع بعض بيساوي 1250. يبقى أنا كده عندي 3 معادلات في 3 مجاهيل أقدر أحلهم. عرفت في الآخر إن الحديد هيروح عليه 903 كيلو نيوتن، والنحاس هيروح عليه 346 كيلو نيوتن. طيب هو ايه المطلوب، الحمل ولا التشكل؟ المطلوب التشكل. خلاص هاخد ال Pn اعوض بيها في المعادلة، هنا هيطلع لي دلتا، تطلع رقم معين. هاخد ال Pout اعوض بيها في المعادلة رقم 2، هطلع الدلتا، وطبيعي لازم الاقي الدلتا اللي حصلت في النحاس هي نفسها الدلتا اللي حصلت في الحديد. شكرا يا شباب.